السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة أجدادنا. اللي أول مرة بيشوفنا ياريت يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. موضوع حلقة اليوم عن الإله سيرابيس عند المصريين القدماء. كيف ظهر سيرابيس إلى المصريين؟ ومتى انتهى من حياتهم؟ وما هي أشهر معابده؟ وما دور الإسكندر الأكبر في هذه الظاهرة؟ تابعونا. سيرابيس المعبود الرسمي لمدينة الإسكندرية طوال العصرين اليوناني والروماني، كان أحد أعضاء الثالوث السكندري المقدس سيرابيس وإيزيس وحربقراط. يرى بعض المؤرخون أن عبادة سيرابيس نشأت من تلقاء نفسها بين إغريق مصر، ويرى البعض الآخر أن الإسكندر هو الذي أنشأ هذه العبادة، ولكن الرأي السائد أن بطلميوس الأول هو الذي أنشأ هذه العبادة. عندما تولى بطلميوس الأول حكم مصر واستقلاله بها عام 306 قبل الميلاد، كانت سياسة بطلميوس الخارجية أن ينشأ إمبراطورية بحرية تضم الحوض الشرقي للبحر المتوسط. من أجل ذلك لابد من وجود أحوال اقتصادية وافرة الثراء في البلاد، ولكي يتحقق ذلك لابد من أن يؤلف بين كلا العنصرين المشكلين للمجتمع المصري بعد فتوحات الإسكندر بين المصريين والإغريق، لا سيما إنه كان يعرف أن للمصريين ديانة موروثة راسخة القدم، وأن الإغريق أحضروا معهم ديانتهم. لذلك وجه همه إلى التغلب على النفور الديني. كان يتعين أن يكون محور الديانة الجديدة مذهبا مصريا يمكن إقناع الإغريق بالإقبال على اعتناقه، وذلك لأنه بقدر ما أصاب إيمان الإغريق من ضعف وما ساورهم من شكوك في مقدرة آلهتهم، وكان المصريين متمسكين بمعتقداتهم الدينية ويفخرون بها. وإذا قمنا بالبحث داخل كفة الآلهة المصرية فإننا لا نجد إلها يمكن أن تتوافر فيه هذه الشروط أكثر من أوزير أوزوريس، فقد كان يحتل مكانا ساميا بين المصريين. ومن جهة أخرى يمكن إقناع الإغريق بأن إلههم ديونوسيس الذي قتله التيتان. لذلك فإن مثل هذه الآلهة كان خير من يصلح لأن تقوم حول عبادة تجمع بين معتقدات المصريين والإغريق. وفي ذلك الوقت كان المصريين في مدينة منف يعبدون إلها يدعى أوزربيس، وكانت رغبة بطلميوس الأول في إدخال عبادة سيرابيس إلى مصر كفيلة بإقناع الكهنة بأن سيرابيس لم يكن سوى أوزربيس. ومنذ ذلك الوقت كان سيرابيس هو التسمية الإغريقية لأوزربيس، واتخذه بطلميوس الأول إلها يتجمع حول سكان مصر من مصريين وإغريق، وأصبحت الإيمان الرسمية تعقد على النحو التالي: باسم سيرابيس وإيزيس والآلهة الأخرى. وقد أقام البطالمة معبد سيرابيس في مدينة منف
مكان عبادة المصريين. ولما انتقلت عاصمة الملك إلى الإسكندرية، كان من الطبيعي أن يتبع ذلك تشييد معبد كبير لكبير إلهتهم في الإسكندرية بصفتها العاصمة، وإقامة تمثال له في هذا المعبد. كان الإسكندر الأكبر قد وضع أساسا لمعبدا كبيرا لإيزيس في الإسكندرية، ولما كان من الواضح أن بطليموس الأول لم يشيد معبد لسرابيس في الإسكندرية، فقد أقام هذا التمثال في معبد إيزيس الذي وضع الإسكندر أساسه، فأصبح هذا المعبد يعرف منذ ذلك الوقت باسم معبد إيزيس. لذا فإنه كان معروفا أن بطليموس الأول هو الذي أنشأ العبادة الجديدة واختار تمثال سرابيس، وكان من المعروف أن أقيم لسرابيس معبدا كبيرا مكان معبد إيزيس القديم. فلا بد من أنه بعد فترة طويلة تصور الكثيرين من القدماء أن بطليموس الأول هو منشأ المعبد الكبير، في حين أن بطليموس الأول قد أقام معبد السيرابيوم الضخم مكان المعبد الكبير، وعلى دعائمه ليضم عبادة كلا من سرابيس وإيزيس. وفي هذا المعبد الضخم نجد الإله سرابيس يستوي على عرشه في الهيئة التي شاهده الملك عليها في رؤياه، ولهذا أقام المثال الأثيني صورته بشعر ولحية أشعثين، وعلى رأسه مكيال الحبوب، وعلى قاعدة التمثال نقشا يتضمن إهداء لسرابيس بحروف يونانية وإغريقية، يدل شكلها على أن النقش يرجع إلى النصف الأول من القرن الثالث، إلى ما قبل الوقت الذي شيد فيه السيرابيوم. وأصبح الإله سرابيس صاحب المكانة الأولى في الإسكندرية، ثم أقيم له معابد كثيرة في مصر، حتى أنه كان للإله سرابيس في مصر 42 معبدا، غير أن معبد الرئيسية كانت في الإسكندرية ومنف. ومع حلول القرن الأول قبل الميلاد، كانت عبادة سرابيس وإيزيس تعتبر الديانة العالمية، فقد انتشرت عبادتهما انتشارا واسعا، حتى أن عبادة إيزيس قد وصلت إلى بابل، في حين وصلت عبادة سرابيس إلى الهند. طغت شهرة إيزيس في العصر الروماني على شهرة الإله سرابيس، فكانت تلك بداية النهاية لعبادة هذا الإله، حيث جاءت الديانة المسيحية بعد ذلك، ثم جاءت الديانة الإسلامية لتكمل ما بدأته الديانة المسيحية من القضاء على عصر تعدد الآلهة وتوطيد عبادة الله وحده.